بيته شو لوح؟ شو بده من نهار؟ شو بده من نهار؟ بده يقطع لنا برزقنا؟ بده يخنقنا؟ هلا ايش ما بقى تنطق بنوب؟ لك زهره تعودت على الصرف وعلى الكولا، منين بدي اجيب لها هلا ما بعرف. بس لقيتها، شو رايك نخليه مارق من الحاره وندب على راسه شي بلوكه؟ لك شو جنيت؟ شو جنيت انت؟ هذا بخدمه الشعب، منكون بمصيبه بنصير بمصيبتين، واذا ما جريمه قتل. طب نحن ما بنخليه يموت، ما منزت البلوكه على راسه حاف، منلفها ببطانيه ومنزتها على راسه. لك روح يا، هي الشغله كمان ما بيمشي حالها بنوب، شو روح بالقتل بتنقرف رقبته، منكون بمصيبه بنصير بمصيبه اكبر منها وبناكل هوا. طب انت قلت لك ليش عم يساوي هيك؟ ليش هيك عم يساوي؟ مفكر هالشغلات تمر علي. وينك؟ سمعت لك يا من فتره عم يقول غيري على الاقتصاد الوطني. من غيرتي عليكم عم اقول هالشي، لانكم نايمين على ودانكم. شو قلت سيدي؟ شو قلت؟ على ودانكم، شو ما سمعتيها بالافلام العربي بوران؟ انا بعرفها سيدي، يعني هيك نايمين على جنب مو طب. ايوه هي هي، تعا تعا فوت ابو طمزه، حاجه واقف على الشباك مثل الحردون. سكر الشباك ابو طمزه، ما بدي حدا يسمع، تعال اقعد جنبي. طب يقعد جنب حدا. ايه طب عندك وانطمز طمز لكان. ما حدا رح ينام طب غير انتو. عفيف من ورا ظهركم يا مدام بوران اشترى بيت ببلودان وانتو ما حاسين. ببلودان يا بوران جنب هي اللي شو اسمها. انت متاكد من هالشي سيدي؟ صلعت ابو نجيب يا ما مارق عليا. انف ابو نجيب لا يخطئ، عين ابو نجيب لا تنام، قلب ابو نجيب عليكم لانه في بيني وبينكم زيارات وود واحترام والسلام وللحديث صله. انا ماشي. لكن هيك يا عفيف قلت لك ما اشتغلي معنا. ما قلتي ابوك يا الغشم.